نسأل في حاجة أخيرة؟ أموت على كباب. ده إيه التفاؤل ده؟ أحلى كباب الحياة الهولندي. عايز تعدمنا معاه ولا إيه؟ ما نجيب حضرتك بتتك. لا اسمه مش عاطفة بتتك بفيها يا جماعة. همبرجر. لا أنا لسه واكل همبرجر امبارح. جبتوا له همبرجر وجايبين لي أنا فول امبارح. طيب شوية صوص على الجريل؟ ده بالذات بيفرس سجاد البقدونس تحت النفا مبالغ فيها. آخر مرة جالنا بقدونس بس. ما تجيبوا له صوص على الجريل. ربنا يخليكي ليا يا غالية. هيحمي عليك يا حبيبي ده. الكرسي ده بيجوع على فكرة. الشيا برجر بقى عايزين ننفذ. تقسم برجر بيض وجبنة؟ لا أنا مش عايز همبرجر، أنا عايز كباب. ماله البرجر؟ أنا عايز ناجت. درينك ماشين؟ يلا كباب. حتتك جامد على فكرة. نجيب طرب بقى. بس انت عامل دايت ما تنساش. لا ده اللي يوفي. لا ان كان كده انت اللي تعزم. كل كل اكله كانها اخر اكله. افتح المنيوز، اكتشف اكتر من 8000 مطعم مختلف وشوف صور الاكلات اللي نفسك فيها. نزل الابلكيشن واوردر اونلاين. المنيوز، انت لسه دقت حاجه؟